نعم، كان لي اتصال مع مدير مكتب السيد مصطفى سند، وأوضح لي بأن هنالك عجلة سوداء يستغلها مسلحون فتحوا النار على المكتب في منطقة الجمعيات في منتصف يعني في مركز مدينة البصرة، ويعني هذا الحادث لم يؤدي سوى إلى أضرار مادية. الحادث وقع تقريبا الساعة الثانية ليلا، ويعني مدير المكتب أيضا أوضح بأن هناك من يريد زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وأن يجر البعض إلى اقتتال أو مشاحنات ما بين الأطراف السياسية، لكن قال إننا لن نجاوب على أي شيء، فقط يعني المعلومات التي استلمتها منه هو شخصيا تفيد بأن المسلحين أطلقوا النار باتجاه المكتب، لكن يعني ليس هنالك أضرار سوى يعني بعض الأضرار المادية البسيطة الطفيفة التي لا تستحق الذكر.